أربع سنوات غابت فيها الفنانة عبلة كامل عن جمهورها في مصر والوطن العربي. كان آخر ظهور تلفزيوني لها في الجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم. أما خارج الشاشة فابتعدت كلياً عن التواجد في أي مناسبة فنية، مع الحفاظ على عادتها في عدم الظهور بأي لقاء تلفزيوني أو صحفي. الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قال إن عبلة كامل تمر بحالة حزن شديدة بعد وفاة صديقة مقربة لها خارج الوسط الفني. الفنانة القديرة التي قدمت أكثر من 100 عمل في الدراما والسينما والمسرح طلبت حتى تأجيل تكريمها في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما التي انطلقت في سبتمبر الماضي، وذلك بسبب عدم قدرتها واستعدادها للظهور في الوقت الحالي. من غير المعروف ما إذا كانت عبلة كامل ستظهر قريبا على الشاشة، لكن ما يهم الآن هو أن تكون بصحة جيدة وتعود لترسم البسمة على الوجوه من جديد.